الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين وخصوصا الأطفال، ونلتقي معكم ببرنامج جديد وهو بعنوان المعلومات العامة. هذه المعلومات راح نتعلم من عندها الكثير، راح نستفاد من عندها الكثير، راح نستمتع بها أيضا، وأيضا راح نكتشف من عندها الكثير. وراح أقدم لكم المعلومات التالية وأبدأ. هل تعلم أن قلب الروبيان يقع في رأسه؟ هذا أمر عجيب، يعني قلب الروبيان يقع في رأسه وليس مثلنا يقع تقع قلوبنا في الجهة اليسرى من القفص الصدري. هل تعلم أن التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من فمه؟ هذا أيضا أمر عجيب. هل تعلم أن الدلافين عندما تنام إحدى عيونها تبقى مفتوحة والأخرى مغلقة؟ وأرجو أن تحفظ هذه المعلومة يا صديقي. هل تعلم، وهذه المعلومة الغريبة العجيبة وهي عن الحلزون، والحلزون هو يستطيع النوم لثلاث سنوات متتالية، لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأرجو ألا تكون مثل الحلزون أن تنام كثيرا. راح أقدم لكم النصائح الأربعة. النصيحة الأولى هي أن عندما يحين وقت الليل تنشط البكتيريا في الفم، وخاصة في فم الإنسان النائم عندما لا ينظف أسنانه تنشط البكتيريا كثيرا وتقوم بتسويس الأسنان. لذا يجب علينا الحفاظ على نظافة الأسنان وتنظيفها بالفرشات والمعجون. والنصيحة الثانية، عندما ننام مبكرا ونستيقظ مبكرا يزداد أعمارنا، يعني عندما ينام الإنسان مبكرا ويستيقظ مبكرا يزيد عمره. والنصيحة الثالثة، عندما نكون قريبين من التلفاز يجب علينا أن لا نكون قريبين من التلفاز، لأن هذا يؤدي إلى ضعف في البصر وضعف في الصحة، يعني هاي أيضا تتلف صحتنا. لذا يجب أن نبتعد قليلا عن مشاهدة التلفاز، يعني ما يجب أن لا نقترب، صحيح أنه لكن مو فقط أن نبتعد ونشاهد التلفاز ساعات طويلة، مثلا خمس ساعات، أربع ساعات، ست ساعات، لا، في الساعة المحددة أو في الوقت المحدد. والنصيحة الرابعة والأخيرة وهي أن تتمرنوا على الرياضة وأن تتمرنوا في معرفة الثقافة والعلوم حتى ينشط عقولكم، وأن تكبروا بسرعة حتى تكبرون بسرعة وتكونوا رجال المستقبل. وأرجو أن استفدتم من هذه المعلومات والنصائح وأن تعلمتم منها الكثير واستمتعتم بها واكتشفتم فيها الكثير. ونلتقي معكم في حلقة قادمة في معلومات عامة أخرى. شكرا لكم.